في البداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للرفيقة فوزية مطر على تفضلها بإلقاء الضوء على أحداث مارس 1965. قبل أن نبدأ نقف دقيقة صمت على أرواح شهداء الحركة الوطنية الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الوطن. شكرا. في مثل هذا اليوم قبل 52 عاما حسب رواية مناضلي جبهة التحرير الوطني البحرانية، والخامس من مارس حسب القوميين العرب، والثامن من مارس حسب رواية الحكومة البريطانية، انطلقت الشرارة الأولى للانتفاضة كما ورد في مؤلف الرفيقتين سبيشة النجار وفوزية مطر في كتابهما الرائع المرأة البحرينية في القرن العشرين. صباح يوم الخميس 11 مارس 1965 تغيب أحمد الشملان الذي كان يعمل في قسم الحسابات بمصنع الكوكاكولا عن عمله، واتجه لمحطة تجمع باصات بابكو بمنطقة السلمانية. كان العمال يتجمعون مضربين على العمل عند باصات نقلهم، وكانوا يحملون لافتات كتبت عليها مطالبهم. جاءت الشرطة وطلبت منهم عدم التجمع وركوب الباصات والتوجه للعمل، وحينما رفض العمال الانصياع لأوامر الشرطة بدأت الشرطة في ضربهم. العمال تظاهروا متجهين نحو المدرسة الثانوية للبنين في المنامة، وعند المدرسة تظاهر العمال داعين الطلبة للتضامن وقف الدراسة والخروج معهم في المظاهرة. من كتاب أحمد الشملان سيرة مناضل وتاريخ وطن لمحدثتكم هذه الليلة فوزية مطر. في سياق تقديم كتابه يوميات من انتفاضة مارس 65 يقول الأستاذ المرحوم المحامي محمد السيد: في حين كانت هناك أحداث ومظاهرات وأطلاق نيران سقط على أثرها شهداء في كثير من قرى ومدن البحرين، ومن الإجحاف أن لا نولي حقها في التغطية والتسجيل، وقد حاولت والكلام للأستاذ محمد السيد مع بعض الأشخاص تسجيل تلك الأحداث لضمها على شكل ملحقات إلى هذه اليوميات باسم كاتبيها لتكتمل الصورة النضالية لهذا الشعب الأبي، إلا أنه مع الأسف لم أتمكن من تدوين شيء من أحد أو عن أحد، لكن هذه اليوميات قد تكون حافزاً أو دعوة وطنية لجميع أولئك الذين عايشوا أو سمعوا عن أحداث انتفاضة مارس كي يبادروا إلى تدوينها من أجل تخليد السجل الكفاحي لهذا الشعب الذي ناضل مريراً وقاسى كثيراً وتحمل أبناءه مختلف صنوف التعذيب والقتل والتشريد، ولا يزال يناضل من أجل حياة شريفة كريمة ومستقبل أفضل. ونحن نضم صوتنا إلى صوت المناضل محمد السيد للمبادرة لمن عايشوا الانتفاضة أن يدلوا برأيهم ويدونوا ما أمكن عما شاهدوه أو مشاركتهم في هذا الحدث التاريخي. وفي هذا المقام نحيي الكاتبتين المبدعتين فوزية مطر والدكتورة سبيشة النجار على الجهود الجبارة والسرد الرائع لكتابهما المرأة البحرينية في القرن العشرين، والذي تضمن جزء منه عن انتفاضة مارس 65 وتسليطهما الضوء على تلك الأحداث، وذلك من خلال الرجوع إلى مختلف المصادر لمعرفة حقيقة الانتفاضة وتاريخ بدئها وأسبابها وتحركات الحركة الوطنية لقيادتها ودور المرأة البحرينية في هذا الحراك الجماهيري.
فعلى الرغم من أن الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات التي عمت جميع مناطق البحرين وقراها كانت سلمية وكانت احتجاجات مشروعة بسبب فصل شركة بابكو والمئات من العمال، إلا أن السلطات البريطانية كانت للمتظاهرين بالمرصاد فاستخدمت القمع والاعتقال والتصفيات الجسدية، وعلى أثر ذلك سقط العديد من الشهداء في مختلف مدن وقرى البحرين، الأمر الذي زاد الانتفاضة اشتعالا. والآن أترك الميكروفون للرفيقة فوزية لتحدثنا عن موضوع الندوة، وهو قراءة انتفاضة مارس 65 في سياقها التاريخي. وطبعا نأمل أن تكون تلفونات على الصامت حتى يستفيد الكل، وشكرا. تفضل يا سيدي. مساء الخير جميعا. بداية أتقدم بالشكر الجزيل للجنة المشرفة على النشاط الثقافي بالمنبر التقدمي على تشريفي هذه الليلة بالمشاركة في هذا اللقاء. طبعا موضوع انتفاضة مارس موضوع تم التطرق له كثيرا في لقاءات، في محاضرات وندوات، ولا أحسبني سأضيف جديدا، لكني لم أشأ أن أخذل طلب الأستاذ فاضل في المشاركة في هذا اللقاء. وبداية أحب أن أنوه إلى نقطة، أن إلى نقطة هنا، وهي أن ما بيدنا اليوم من إمكانية التطرق لهذا الحدث أو ما يماثله من أحداث وطنية مر بها شعب البحرين على مدى تاريخ مطالباته، هو ثمرة من ثمار جنيناها منذ طرح المشروع الإصلاحي مع بدء الألفية الثالثة. ولولا ذلك لكان مجرد ذكر انتفاضة من الممنوعات. عنوان الورقة هو قراءة انتفاضة مارس في سياقها القانون، في سياقها التاريخي. أقصد بالسياق التاريخي التطرق للانتفاضة في وقتها وظروفها كما كان وكما حدثت فعلا مع تحري الموضوعية والصدقية، دون إسباغ أي هالة أو تضخيم على الوقائع أو القوى أو الشخصيات، وأيضاً في الوقت نفسه دون التقليل من القيمة التاريخية للانتفاضة ومن دروسها. طبعاً الأستاذ حميد قال أني أتحدث عن أحداث الانتفاضة، لا أعدكم بذلك، لأن لا يمكن الإلمام بكل جوانب الانتفاضة في الوقت المحدود الذي بحوزتنا. سأركز على محاور معينة، وحتى هذه المحاور لن أغوص، ليس لدينا الوقت لنغوص في تفاصيلها ولا في مسيرة الانتفاضة وأحداثها، فأنتم تعرفونها أكثر مني. المحاور التي سأتناولها هي الظرف التاريخي الذي جاءت فيه الانتفاضة، والمحور الثاني الفئات الجماهيرية التي شاركت، المحور الثالث القوى السياسية الوطنية، رابعاً مشاركة المرأة. حطيت لها محور خاص لأن مشاركة المرأة في انتفاضة مارس 65 علامة من العلامات التي كانت بارزة وما زالت في الانتفاضة.
آخر محور المآلات والنتائج. فإذا بنتكلم في المحور الأول وهو الظرف التاريخي، لابد لنا أن نتناول الظرف التاريخي، الوضع الاقتصادي في ذلك الظرف التاريخي والوضع السياسي في الظرف التاريخي نفسه. طبعاً مع دخول الستينيات اللي في منتصفها اندلعت الانتفاضة، كانت مهنة الغوص على اللؤلؤ قد انتهت، وكان الآلاف من الغواصين وصيادي الأسماك والمزارعين القادمين من مختلف مدن وقرى البحرين قد تحولوا إلى العمل بشركة بابكو والشركات والمؤسسات الاقتصادية الأخرى كعاملين ومستخدمين. أيضا في يعني مع قدوم الستينيات، هو من الأربعينيات زادت العائدات النفطية وبلغت درجة أعلى في الستينيات، فشكلت المكون الرئيس لداخل الدولة، مما أسهم في المزيد من التوجه نحو تطوير البنية التحتية في البلاد كشبكتي الكهرباء والماء وتوسع الأعمال الإنشائية والعمرانية، إلى جانب المزيد من نمو القطاع الوظيفي الحكومي والتوسع في الخدمات التعليمية والصحية. الطبقة العاملة هي المحرك الأساس في الانتفاضة، لم تكن غريبة على يعني لم تكن انتفاضة مارس هي البداية في نضال الطبقة العاملة البحرينية، بل إنها خبرت النضال العمالي قبل ذلك منذ السنوات الأولى لاكتشاف النفط وبدء الصناعة النفطية. في السنوات الأولى وقع العمال فريسة لأصعب ظروف العمل وأقساها، مع ما رافق ذلك من تدني الأجور والتمييز بين العامل البحريني والأجنبي في الامتيازات وفي ظروف العمل. وعلى مدى ما يربو على 3 عقود، يعني من الثلاثينات إلى الستينيات، خاض العمال صراعاً مع شركة نفط البحرين في إطار المطالبات بتحسين أوضاعهم وأجورهم. في سنة 1938 نظم العمال إضراباً في بابكو على ضوء إجراء تقليص في عددهم بعد اكتمال بعض المشاريع الإنشائية في الشركة. وفي عام 1943 أضرب عمال بابكو ورفعوا مطالب بتحسين ظروف العمل ورفع الأجور، وفي هذه المحطة اعتقل قادة العمال حينها وحوكموا، لكن نتيجة لظروف الحرب العالمية الثانية والحاجة لاستمرار عمل بابكو أعيدوا لأعمالهم. وفي الخمسينيات تمكنت هيئة الاتحاد الوطني من تشكيل نقابة عمالية اللي هي اتحاد العمل البحريني، وفاز مرشح النقابة في لجنة صياغة أول قانون عمل بحريني، وشارك العمال في كافة الإضرابات التي دعت لها الهيئة. وفي سنة الانتفاضة كانت حركة تسريح العمال الكبرى التي أجرتها الشركة هي العامل الأساسي في اندلاع الانتفاضة. وفي مارس بالذات، لأن التسريح بدأ في الشهور اللي سبقت مارس،
ولكن من مع دخول مارس كان في الأيام الأولى من مارس فقط من 400 إلى 500 عامل تم تسريحها. على الصعيد السياسي، بعد القضاء على حركة الهيئة فرض نظام الطوارئ في البلاد، وتشكل جهاز أمني يتولى إدارته البريطانيون، كما بدأ تطبيق قانون العقوبات وفرضت رقابة شديدة على الحريات العامة، ذلك إلى جانب ما أجري من تغييرات في قانون العمل الذي أسهم في صياغته العمال سنة 57. فالتغييرات رجحت مصالح شركة بوبكو على المصلحة العمالية. من جانب آخر، مع دخول الستينيات تم تجديد اتفاقية الحماية البريطانية على البحرين، ما أدى لحركة احتجاج شعبية ضد التجديد سنة 64، شابتها أعمال حرق وتخريب وأعقبتها اعتقالات في صفوف الناشطين. هذا على الصعيد الداخلي. على الصعيد الخارجي كانت عوامل كثيرة يعني تشحذ الهمم للحراك والمطالبة بالحقوق. فخلال النصف الأول من الستينيات كان نجم جمال عبد الناصر في صعود، والمد الناصري ينتشر على الصعيد العربي وينال أوسع تأييد، وثورة يوليو 52 في مصر تحقق نجاحاتها، وقد شحذت القرارات الاشتراكية للتأميم في مصر 1960 الهمم العربية واستنهضتها للتحرك. في الوقت ذاته كانت حركة القوميين العرب في أوج قوتها وانتشارها وتأثيرها على الجماهير العربية، كما ترك انتصار ثورة الجزائر على المستعمر الفرنسي سنة 62 صدى كبيرا على الصعيد العربي. لعبت كل تلك العوامل دورا كبيرا في إذكاء الروح الوطنية لدى البحرينيين ضد هيمنة سلطة الحماية البريطانية، ومن أجل تحقيق مطالب وطموحات شعب البحرين. المحور الثاني هو الفئات الجماهيرية التي شاركت في الانتفاضة. طبعاً الانتفاضة بدأت عمالية بشكل أساس من خلال إضراب عمال شركة بوبكو احتجاجاً على تسريح زملائهم، ولكون الشركة استقطبت عمالاً من كافة مدن وقرى البحرين، فقد شكلت المصالح العمالية المشتركة عاملاً حاسماً عفواً المصالح العمالية المشتركة بشكل عفوي شكلت عاملاً حاسماً في توحيد كافة عمال البحرين دون النظر لأي اعتبارات لا مناطقية ولا طائفية، بل المصالح العمالية المشتركة أدت إلى اتساع الانتفاضة وشموليته لتغطي معظم المناطق البحرينية. ليس فقط عمال شركة بوبكو، وإنما امتدت المشاركة إلى عمال ومستخدمي المشاريع الإنشائية والعمرانية الأخرى التي تأسست خلال الحقبة المذكورة، سواء كانت حكومية أو خاصة، فشارك عمالها في الإضراب والتظاهر تضامناً مع زملائهم. شاركت أيضاً الفئات الدنيا من الطبقة الوسطى التي تعزز نموها مع تنامي القطاع الحكومي الخدمي من معلمين وصغار موظفين وطلبة، وهي فئات تملك تعليماً ووعياً نسبياً خولها للتفاعل
مع صدى الأحداث السياسية العربية من جهة، ومع مطالب العمال في البحرين من جهة أخرى، فشاركت مشاركة فاعلة في أحداث الانتفاضة. المحور الثالث، القوى الوطنية التي انخرطت في المشاركة. من أهم ما ميز انتفاضة مارس 1965 وجود قوى سياسية وطنية تأسست وتعمل تحت الأرض وحتى فوق الأرض عند بدء الانتفاضة، وهي بالترتيب التاريخي والهجائي حتى: جبهة التحرير الوطني البحرينية، حركة القوميين العرب، وحزب البعث العربي الاشتراكي. هذه القوى الثلاث الأساسية. حركة القوميين العرب اشتغلت أو تحركت في الانتفاضة على شكل فصائل، يعني التقت مرة ثم استمر عملها، كل يعمل يعني شبه مستقل. جميع القوى السياسية المذكورة كانت قوى فتية، لم يمضي على تأسيسها في البحرين سوى عقد من الزمن في حالة جبهة التحرير، وأقل من عقد من الزمن في حالتي القوميين العرب وحزب البعث. كما كانت العناصر المنتمية لهذه القوى التنظيمات عناصر شابة في مقتبل العمر، غالبهم في العشرينات وقليل منهم في الثلاثينات من عمرهم، وبذلك لم تخض تلك التنظيمات الانتفاضة بخبرة كافية في التعامل مع بعضها كقوى ومع مجريات الأحداث على الأرض. رغم ذلك، رغم كونها قوى فتية وعناصرها شابة، إلا أنها تحركت لقيادة الانتفاضة بعد أن بدأت الإضرابات العمالية وحركة الشارع، ومنحت هذه القوى أدواراً مشهودة في مسيرة الانتفاضة. إذا بنقيم مشاركة القوى، نبدأ بجبهة التحرير. نشطت عناصر جبهة التحرير العاملة في بوبكو على إثر حركة التسريح في الدافع بعمال الشركة للإضراب عن العمل، وفي تنظيم المسيرة العمالية الداعمة حول مقر الشركة. كما كان لعناصرها تواجد في الشركات الكبرى الأخرى مثل شركة أكمي وكريمكنزي وغيرها، وفي عدد من الأندية التي دفعت الجبهة في تأسيسها، إلى جانب تنظيمها مسيرة كبرى في سوق المنامة. وعلى مدى عمر الانتفاضة تمكنت الجبهة من تحريك بعض المجموعات العمالية والموظفين والمعلمين. حركة القوميين العرب يمكن اعتبار الحركة صاحبة الحضور الأقوى والأشمل في الانتفاضة. تميزت بكثرة أعضائها وبقدرتها على استقطاب قاعدة جماهيرية واسعة من الطلبة والموظفين والعمال وتحريكهم خلال الانتفاضة. كان لحركة القوميين العرب دور واضح في تسيير المظاهرات اليومية في المناطق البحرينية وعلى وجه الخصوص في المحرق، إلى جانب، وهذه نقطة مهمة بالنسبة لنا كنساء، استقطبت فئات نسائية واسعة من الطالبات وربات البيوت التي أنيطت هذه يعني الفئات أنيطت بمختلف المهام النضالية واللوجستية خلال الانتفاضة. القوة الثالثة، حزب البعث في البحرين، اهتم بالعمل التثقيفي والتطوير الفكري في الوسط النخبوي والطلابي بشكل أساس،
وشاركت مجموعات من عناصر في فعاليات الانتفاضة، إما على شكل مجموعة أو في الغالب أفراد. ومما يحسب للبعثيين في تلك المرحلة اهتمامهم بضم العنصر النسائي لصفوفهم، وشهدت الانتفاضة مشاركة واسعة لعناصرهم النسائية في المسيرات ورفع الشعارات، بل وفي إلقاء الخطب. نرجع مرة ثانية للقوى. بالنسبة لجبهة التحرير، شاركت دون توفرها على قاعدة شعبية تسندها ويمكنها أن تحركها في حراك الشارع ورفع الشعارات والمطالب، وهذا بالطبع جانب ضعف في انخراط أي تنظيم في حراك شعبي كبير كانتفاضة مارس دون غطاء جماهيري، يعني كما هو مفترض. لكن الجبهة دخلت الانتفاضة تنظيما ذا بنية حزبية متماسكة يتبنى آليات العمل الحزبي في الظروف السرية، ويخضع لمركزية التخطيط والحفاظ على السرية الشديدة. شاركت عناصر الجبهة بشكل حذر وسري ومدروس وفق قرارات حزبية، ودققت كثيرا في من زجت به ميدانيا من عناصرها، ولم تكشف إلا من سبق اعتقالهم. لذا خرجت الجبهة من الانتفاضة بأقل الخسائر، محتفظة ببنيتها التنظيمية القوية والمتماسكة وبلجنة قيادية ثابتة. حركة القوميين العرب اختلفت في هذا الإطار، كانت تنظيما فضفاضا يضم في صفوفه فئات واسعة من القوميين والناصريين وكل من يحمل حسا وطنيا، وبوضع تنظيمي مخلخل شبه منفلش وقيادة كثيرة التغير، كان ذلك سببا رئيسا في تعرض الحركة للملاحقات الأمنية على مدى أعوام متتالية سبقت الانتفاضة. وأثناء الانتفاضة أخذت الحركة تضم لصفوفها كل من تجده نشطا ويتمتع بالقوة الجسدية. كان كل ذلك وبال على الحركة في جهة سهولة اختراقها واعتقال عناصرها وما جرى في المعتقل من انهيارات واعترافات. كل ذلك إلى جانب أن القوميين دخلوا الانتفاضة وخاضوا حراكها مثل ما قلت من شوية كفصائل متعددة، وكل يعمل بشكل منفصل. النتيجة كانت القضاء التام على الوجود التنظيمي للحركة في البحرين خلال شهرين. حزب البعث العربي الاشتراكي دخل الانتفاضة بعد انقسامات جرت في صفوفه على إثر الانقسام في صفوف الحزب الأم ما بين سوريا والعراق، الأم في الشام والعراق. ذلك الانقسام أدى لبروز موقفين لحزب البعث من المشاركة في الانتفاضة، أحدهما أصدر قراراً بعدم المشاركة والآخر شارك في الغالب كأفراد. في بداية الانتفاضة كان هناك مسعاً لتوحيد حراك القوى السياسية الأساسية اللي ذكرتها،
وفعلا صدر بيان مشترك وحيد، ثم لم يلبث كل تنظيم أن سار مساره المستقل خلال مجريات الانتفاضة. صحيح كان هناك تعاون بين عناصر من التحرير والقوميين العرب، ولكنه في الغالب تعاون فردي لا يتجاوز تبادل خدمات فرضتها وتطلبتها مجريات الانتفاضة. وهكذا في حين وحدت المصالح المشتركة العمال بشكل عفوي، لم تتمكن القوى السياسية من التوافق على مسيرة موحدة أثناء الانتفاضة وحتى نهايتها، خاصة وقد هيمن منذ ما قبل الانتفاضة على القوى السياسية صراع الاستحواذ أو نفي الآخر فكرا ودورا. المحور المهم بالنسبة لي مشاركة المرأة، يعني كلهم مهمين بس هاي أكثر أهمية. حققت المرأة البحرينية في الستينيات مستويات من التطور في مجالات العلم والعمل، فخلال العام الدراسي 64-65، يعني هو العام الدراسي الذي اندلعت فيه الانتفاضة، بلغ عدد المتعلمات في المرحلة الابتدائية 11920 متعلمة، وفي المرحلة الثانوية 720 متعلمة، وهو عدد معقول مقارنة بعدد الإناث المواطنات وفق التعداد السكاني الرابع الذي أجري سنة في نفس السنة 65، والذي بلغ 71446 مواطنة من مجمل عدد السكان من المواطنين البحرينيين الذي بلغ 143814. وعلى صعيد العمل، بلغ عدد القوى العاملة النسائية في القطاع الحكومي لحد الآن، المرأة لم تبدأ في الانخراط في القطاع في العمل في القطاع الخاص. في القطاع الحكومي كان العدد 995 امرأة، منهن 149 من القوى العاملة النسائية يحملن الشهادة الابتدائية، و 224 يحملن الشهادة الثانوية، وتسع يحملن الشهادة الجامعية. وهذا لين كانوا صاروا مدرساتنا. وفي العام نفسه بدأت المرأة تدخل ميدان العمل في القطاع الخاص. يعني الفكر السياسي والتوجه السياسي بدأ عند المرأة البحرينية بشكل أساسي، نقدر نقول من المدرسة الثانوية، مدرسة واحدة كانت، فالخريجات هم من بنات الطبقة المقتدرة اللي عادوا من الدراسة، وكان غالبهن يحمل فكرا سياسيا قوميا، قوميين عرب وبعث، وهن بمعية المعلمات العربيات الوافدات من مصر والشام لعبن دورا كبيرا في استنهاض الروح الوطنية لدى طالبات المدرسة الثانوية، كما أسهمت أيضا في تفتح العناصر النسائية أو المرأة عموما وسائل الإعلام، متمثلة في المذياع الذي غدا في الستينيات متوفرا في الكثير من البيوت البحرينية، وكذلك الصحف والمجلات العربية التي كانت تصل البحرين بشكل أساسي. ساهمت كلها في نشر الوعي والفكر القومي والناصري
الذي اجتاح المنطقة وفي إذكاء الروح الوطنية لدى الشابات وربات البيوت، كما تأثرت الشابة والمرأة البحرينية بالدور البطولي الذي خاضته المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد في الفترة ذاتها ضد المستعمر الفرنسي. مشاركة المرأة في انتفاضة مارس 65 تكتسب أهمية كبيرة في تاريخ الحراك الوطني النسائي في البحرين من حيث الاتساع والتنوع، ويمكن اعتبارها أهم حركة نهضوية وضعت المرأة البحرينية على طريق المشاركة في الشأن العام والمطالبة بالحقوق الوطنية والمدنية. تلك المشاركة لم تضاهيها في اتساعها سوى مشاركة المرأة خلال الأحداث التي مرت بها البحرين منذ فبراير 2011، لكن الأمر يختلف بين المشاركتين. في حين مثلت مشاركة المرأة في انتفاضة 65 طموحاً نسائياً للنهوض والمشاركة لنيل الحقوق، جرت مشاركة المرأة في حراك 2011 وما تلاها تحت غطاء ديني طائفي، بل ومثلت في بعض جوانبها نكوصاً عن بعض حقوق المرأة وعودة بها للوراء رغم الفارق الكبير في العدد السكاني ونسبة تعليم الإناث ودرجة التحديث المجتمعي ما بين 1965 و2011. خلال انتفاضة مارس 65 انضمت المرأة لعضوية القوى السياسية الوطنية، كما شاركت فئات نسائية واسعة في شتى المهام النضالية كالاعتصام والتظاهر والمشاركة في المسيرات وإلقاء الخطب وترديد الشعارات الوطنية وجمع المال لمساعدة عائلات الناشطين والمعتقلين وتوزيع المناشير إلى إنقاذ الجرحى وإيواء المصابين وصولاً لإيواء المتخفين عن أعين قوى الأمن ونقلهم ونقل رسائلهم، بل والقيام بنقل بعض الأسلحة الخفيفة. في دور القوى السياسية خلال الانتفاضة مع مشاركة المرأة، نجحت حركة القوميين العرب في ضم مجموعات نسائية إلى عضويتها، وكسبت قطاعات واسعة من النساء المشاركات في الأحداث والداعمات للحراك الجماهيري. نجح حزب البعث البحريني في ضم مجموعات من الموظفات والطالبات مع التركيز على تثقيفهن فكريا وسياسيا، مما أسهم في سرعة تواصلهن مع الجسم النسائي وفي اتساع مشاركتهن في الفعاليات الجماهيرية للانتفاضة. لكن لم تبرز مشاركة نسائية من صفوف جبهة التحرير، وقد يكون ذلك بسبب نظام السري الشديد الذي اعتمدته الجبهة في عضويتها وعملها وحراكها الجماهيري خلال الانتفاضة، أو ربما بسبب ضيق قاعدتها الجماهيرية، أو ربما بالإضافة لذلك أن الفكر الاشتراكي الذي تتبناه الجبهة كان محارباً من غير جهة في البحرين حينها. المآلات أو ما آلت إليه الانتفاضة، وهو المحور الأخير، قضي على الانتفاضة وفشلت في تحقيق معظم أهدافها. أودع المئات المعتقل دون محاكمة أو إدانة،
تمت تقوية جهاز الأمن واستدعي هندرسون لتطويره. انتهى الوجود التنظيمي الفعلي لحركة القوميين العرب في البحرين وتمزقت إلى عدة تنظيمات قومية تحولت فيما بعد إلى اليسار الجديد. لكن الجوانب الإيجابية لم تكن قليلة. تحقق وبشكل جماهيري عفوي، هذه أكررها للمرة الثالثة، وحدة وطنية دفعت بها المصالح العمالية المشتركة في كل مناطق البحرين. دخلت القوى الوطنية في أعمال نضالية مشتركة، وفي كل ما كتب يجد القارئ نماذج من تلك الأعمال وتبادل الخدمات والاحتياجات بين القوى. انخراط المرأة البحرينية، هذه من الإيجابيات الكبيرة في ميدان المشاركة في العمل الوطني النضالي من خلال دور واسع متعدد الأوجه. أيضا على صعيد النظام، صعيد الرسمي، توصل النظام إلى أن ما جرى يفرض هوامش معينة من المرونة في التعاطي مع المطالب الشعبية، وعليه فقط، يعني لا تفرحون مو بذيك التنازلات، ولكنها مرونة لها قيمتها. أولاً أجري تطوير في الأجهزة الإدارية الرسمية بتشكيل مجلس الدولة الذي اتخذ شكل مجلس للوزراء، ولأول مرة ضمت إليه شخصيات من النخبة التجارية والنخبة المجتمعية. تم إصدار قانون للصحافة، ومنح تصريح لإصدار صحيفة أسبوعية هي صحيفة الأضواء. أعيدت بعثات الطلبة الدراسية سنة 66 لأنها أوقفت أيام حركة الهيئة. ماذا نستخلص من دروس؟ من نقاط قليلة، لأن الدروس ممكن أنتم تفيدون فيها أكثر. واحد، المصالح المشتركة توحد حراك الناس وإن جرت عفوياً، فما بالك إن دفعت في ذلك قوى سياسية تتوحد على برامج وملفات وطنية مشتركة. برأيي هذه درس مهم منذ مارس 65 حتى اليوم. أهمية النقطة الثانية، أهمية قراءة الواقع السياسي ومعطياته كما هو، قراءة موضوعية توصل لتحقيق أكبر قدر من أهداف أي حراك من خلال قياس دقيق واقعي لميزان القوى وتحديد نوع التحرك وعناصره لتحاشي خساراته، وذلك ما فعلته جبهة التحرير أثناء الانتفاضة، وخرجت معافاة وبأقل الخسائر. أما عكس ذلك فهو خسائر كثيرة وعودة للوراء. الحراك السياسي، النقطة الأخرى، الحراك السياسي على الأرض يحتاج لرافعة، لقاعدة جماهيرية تدعم أي قوة سياسية وتنفذ برنامجها. ورغم ما كانت تعانيه حركة القوميين العرب من تخلخل وانفلاش، إلا أنها نجحت في يعني تحريك أو في توفر رافعة وقاعدة جماهيرية خلال الانتفاضة، بغض النظر طبعا عن الأسلوب والمآلات التي آل إليها الحراك.
النقطة اللي وراها إذا أحسنت انتقاء العناصر التي تروج في أوساطها فكرك وأيديولوجيتك، فذلك يعني تسليحها بالقدرات النضالية للانخراط في العمل الميداني وبالقدرات الفكرية على إقناع واستقطاب الآخرين، وذلك ما نجح فيه حزب البعث ما قبل وأثناء الانتفاضة في الوسط النسائي على وجه الخصوص. كأني أقول أن الإيجابيات القوى الثلاثة وسلبيات تتكامل، ولو تكاملت لدى يعني القوة الأساسية التي حملت الانتفاضة، يعني وكان هناك نوع من وحدة العمل النضالي لكان الوضع مختلف تماما ونتائجه أخرى. آخر نقطة، محطات النضال الدورية التي خاضها شعب البحرين ومجريات انتفاضة مارس 65، بالإضافة لمعطيات الواقع السياسي الراهن الذي نحياه محلياً وإقليمياً بكل تطوراته، تؤكد لكل من الأنظمة والقوى السياسية الوطنية حقيقة لا لبس فيها، مفادها أن الذهاب لمستقبل الاستقرار والبناء والتحديث لا يمر عبر هبات تفتح الصدور فيها للرصاص وتمارس تخريب المنشآت والمؤسسات الوطنية، ولا عبر ردات فعل رسمية تقابل العنف بما هو أعنف، ممسكة بيد من حديد على كل المفاصل. الذهاب لمستقبل الاستقرار والبناء والتحديث يمر عبر العمل السياسي الذي يؤسس قنوات الانفتاح على الآخر والالتقاء على حزمة توافقات تأخذ بالمجتمع للتقدم، وفي ذلك بظني ليس أنجع من مسيرة بناء الدولة المدنية الحديثة، وهو بالطبع ليس موضوعنا اليوم، وفي ذلك فليجتهد المجتهدون. عذراً النقطة الأخيرة يمكن يعني بعيد شوي عن الانتفاضة ودروسها، لكن الدرس لازال موجود وعلينا أن نتعلم، وشكراً جزيلاً. شكراً للرفيقة فوزية مطر على هذا السرد الممتاز لتاريخ الانتفاضة والدروس المستفادة من هذه الانتفاضة. ناقشت عدة محاور، المحور الأول تعلق بالظرف التاريخي الذي جاءت فيه الانتفاضة، إضافة لذلك الفئات الجماهيرية التي شاركت في الانتفاضة والقوى الوطنية المشاركة أيضا في تلك الفترة ومشاركة المرأة والتي أفردت إليها حيزا مهما في هذه الندوة، وفي الأخير المآلات التي آلت إليها والنتائج التي يعني أصبحنا في تلك الفترة أن عددت مجموعة من يعني الإخفاقات والإيجابيات في تلك الفترة. الآن نفتح النقاش، فنريد نسجل الأسماء اللي يريد يتكلم، فلتفضل يعني تفضلوا. فاضل، في أيضا ناس؟
أنا أيضا أريد أتكلم. في عندي أنا الآن 4. أتفضل فاضل. في البداية شكر موصول للأستاذ فوزي مطرم خالد وإلى مدير الندوة. يعني هو أكيد المواضيع يمكن سياق التاريخ اللي قرأته السادة فوزية هالمرة يختلف عن الندوات السابقة بالفعل من ناحية يعني تشخيص وتقييم حتى القوة. يعني هي لا نختلف معها في العديد من ما طرحته، ولكن هناك بعض يعني الآراء اللي يريد تسليط الضوء عليها ونتوقف أمامها. يعني فيما يتصل على الأقل أنا يعني لما طفل كنت وقتها، بس أتكلم عن من عاصروا الانتفاضة، سواء من كتبوا عنها أو سواء من ذكروا فيها. يعني في بعض المحطات أو في بعض المواقف يجب توضيح حولها. يعني مثلا حول حزب البعث، في حزب البعث أصدر بيان من قيادته حسب ما على الأقل قرأنا وحسب ما بعضهم كتبوا موجودين أحياء في بعض الكتابات أو في بعض الكتب، أصدر حزب البعث ضد الانتفاضة، فصار في تباين أو انشقاقات في الحزب. العناصر اللي في المحرق طلعوا بشكل منفرد لوحدهم، العناصر اللي في المنامة ما أعرف أي قد مشاركتهم، فصار في إشكالية في موضوع المشاركة. هذا حسب ما تمت بعض الكتابات من بعض الذين شاركوا وبعض أعضاء حزب البعث وموجودين. يعني هذا اللي تكلموا عن هذا الواقع الواقعة. الشغلة الثانية فيما يتصل بالنسبة إلى موضوع الجبهة، جبهة التحرير، يعني أحب أتوقف عند شغلة رئيسية فيما يتصل بمسألة المنامة وبعض القرى. يعني المنامة كان دورهم فعال، وفي أفراد يعني إحنا يمكن في فترة اللي هو مقابلات أيام عن تاريخ جبهة التحرير وحميد موجود، ذكروا في بعض يعني شنو الدور اللي قاموا به أثناء الانتفاضة. يعني في بعضهم رحلوا وفي بعضهم باقين يعني لا زالوا أحياء. الدور اللي قاموا به أثناء الانتفاضة شلون تعاطمي؟ ما قلتين حول العمل السري صحيح، كانت الجبهة حريصة ما تريد الزج رفاقة، ما تريد يعني تكون لذلك حتى الاعتقالات كانت محدودة في صفوف الجبهة. يعني صحيح يمكن القائد اللي هو الوطني علي دويغر كان هو أول من اعتقل من الانتفاضة وآخر من تم إطلاق سراحه، لأنه كان شخصية معروفة يعني عند السلطة كشخص يمثل الجبهة. ولكن هناك كانوا أشخاص آخرين يشتغلون بحذر شديد، لذلك يعني حتى في يعني من ضمن الأشياء اللي على الأقل رووها لنا بعض الرفاق في منطقة المنامة، العديد من المصابين كانوا للجبهة كانوا يودونهم مستشفى الأمريكي، وخوفا على اعتقالهم يتم تهريبهم من المستشفى في الليل. يعني إصابات وبعضهم أحياء يعني في منطقتنا على الأقل، ونفس الشيء في منطقة السنابس. يعني في حوادث كثيرة جرت يعني لهاي المناضلين، وشلون كانت الجبهة تسوي بعض المسيرات بطريقتها بحيث تحافظ على أعضائها، يعني سواء كانت المسيرة اللي سوتها في السوق أو كذا، إضافة إلى حتى الطلاب مدرسة المنام الثانوية اللي كانوا يعني أول ناس معروفين، يعني أول من سحبوه برا وطلعوه اللي هو نصر معيوف، يعني أول طالب من طلاب مدرسة المنام الثانوية اعتقل. يعني أو ففي كثير يعني من المواضيع، ولكن مثل ما شرتين كانت السرية تحتم على طبيعة الجبهة في التعاطي مع الحدث، لذلك تشوفين الجبهة كانت تحافظت على التنظيم، هيكلية تنظيمية، وكان لها دور في فيما بعد لاحقا يعني في السنوات اللاحقة. شكرا، إلى هنا أكتفي. شكرا. أستاذ عبد الجليل نعيمي. قراءة واقعية وعلمية إلى حد بعيد يعني للانتفاضة. الواحد يضيف يعني بعض الملاحظات. أنا أعتقد يعني بالنسبة إلى المد اللي اكتسبت حركة القوميين العرب يحتاج إلى وقوف عنده. يعني الواقع هذا المد القومي حتى سبق تأسيس التنظيم السياسي في البلد، وواضح أنه تحت تأثير
ثورة يوليو 52 في مصر اللي شملت العالم العربي، وكان كثير من التحركات الشعبية ذات الطابع القومي بدون حتى قيادة السياسية أحياناً بحكم عفوية الجماهير. ملاحظة أخرى أيضاً هو تغير الطبيعة الطبقية لقيادات الانتفاضات من انتفاضة إلى انتفاضة. يعني في انتفاضة 56 إذا كانت القيادة واضحة في البرجوازية الوطنية، البرجوازية الوطنية التجارية تحديداً، هذه الطبيعة تغيرت في انتفاضة 65 إلى أن تكتسب نفس عمالي وتأثير قيادي عمالي إلى حد ما أيضا كبير. بالنسبة للحضور التنظيمات السياسية على مستوى البحرين، طبعا الحضور لم يكن متجانس على نطاق البلد ككل. صح مثل ما قلتي فوزية أنه في المحرق حضور قوي جدا للقوميين، نعم، ولكن في مناطق البحرين المختلفة الوضع يتفاوت. يعني في السنابس مثلا في حضور لجبهة التحرير وللقوميين، في النعيم منطقتنا كان حضور لجبهة التحرير وللبعث، في سترة حضور لجبهة التحرير وللقوميين، في مناطق أخرى في القرى حضور جبهة التحرير، فكان متفاوت يعني من منطقة إلى منطقة. عدا ذلك يعني بالنسبة لجبهة التحرير أقدر أقول إنه ترى يعني كانت تعتمد ليس أعضائها فقط، ولكن لسبيل المثال في نعيم أنا كنت مثلا حوالي 9 كلهم ولا واحد منهم عضو في الجبهة، ولكن كانوا مناصرين أشداء قارعوا الاستعمار البريطاني مقارعة قوية يعني، وهذا تكرر أيضا في عدة مناطق. فالجبهة جلت أيضا مو بس بعضويتها، بالسياج بعد الجماهيري نسبيا اللي اتسع أكثر بعدين في السبعينات حوالينها، السبعينات اللي صوتوا لكتلة الشعب لم يكونوا كلهم أعضاء يعني بالجبهة، كان يمكن أعضاء الذين صوتوا بمئات المرات أكثر من أعضاء الجبهة، وهذا يعكس أيضا بشكل آخر التأثير الجماهيري للأفكار. شكرا. شكرا سيد جعفر، تفضل. شكرا لأبو خالد، يعني ورقة ممتازة ومتقنة يعني في نفس الوقت، يعني هذه روعة في يعني هي انتفاضة 65 اللي يميزها ان هي بعيدة عن الطائفية والمذهبية، يعني ما كانت فيها اي صفة مذهبية وطائفية، وهذا اللي خلاها تنجح. يعني طبعا يعني انتفاضة 65 عمت جميع قرى البحرين، يعني ما فيها حتى في قريتنا احنا نظمنا احنا مسيرة، وكان يعني من قبل في بسكوت يخلون عليه صورة عبد الناصر، فاحنا اخذنا الغلاف مال البسكوت وحطيناه على العصاية ورفعناها، حطيناه على العصاية ورفعناها، والله في كانت المسيرة حاشدة، يعني كثير من الناس مشوا مع المسيرة وهتافات وحتى إشادة عبد الناصر، هذه يعني ميزها. وبعدين صار العيد فجميع مدن وقرى البحرين لبسوا لباس أسود، ما حد لبس ثوب بيضة، وكان حتى يعني حظر على الزواج، يعني إن في ناس تزوجوا بالسر ما قدروا يتزوجون يعني بالعلن، إنهم كان حزن عم جميع قرى البحرين. أي شكرا. شكرا. عبد علي تفضل. أنا أحب أركز يعني مناسبة انتفاضة مارس
على العلاقة بين الوحدة الوطنية والوحدة العمالية. يعني إذا في وحدة عمالية في البلد فمئة بالمئة بتكون هناك وحدة وطنية، وغير هذا الكلام يعني مستحيل أن تتحقق الوحدة الوطنية بدون الوحدة العمالية. والأحداث اللي مرت فيها البحرين أثبتت بشكل واضح يعني أن ما إذا في وحدة عمالية في وحدة وطنية، وغير ذلك كلها وحدات أنا أسميها هلامية، نسميها إلا نسميها. فأنا لا يعني أطلب من كل يعني قلبي بهالمناسبة، أتمنى يعني أن أعضاء الاتحاد العمال يكونون موجودين هنا، بس مع الأسف يعني هذه الوحدة الوطنية الظاهر لا الوحدة الوطنية تهمهم ولا الوحدة العمالية، سواء الاتحاد العام أو الاتحاد الحر. لهذا السبب إحنا قاعدين نعاني من تفرقة اللي قاعدة تصير، ما في وحدة وطنية، لأن أنا نقول إن قاعدة تصير حركات مذهبية طائفية. مع الأسف الحركة العمالية ضعيفة، الحركات الطائفية قاعدة تطفو على السطح. بدل ما نطرح نفس ما طرح الأخ الفوزية مفهوم المصالح المشتركة بين الناس، قاعدة تصير المحاصصة بين الطوائف، بين الطائفتين، إحنا كم لنا وأنتم كم لكم. وهذا الشيء طبعا الحكم لازم يغذي هذا الشيء لأنه من مصلحته، يعني لأن الوحدة العمالية هي الوحدة الحقيقية والمخيفة واللي تخوف وتحقق مكاسب للناس، أما المحاصصة الطائفية تحقق مكاسب لزعماء الطوائف ومكاسب للحكم. أتمنى يعني أن الاتحادين وبعضهم يكونون موجودين، ويجب علينا دائما في الندوات أن إحنا ننتقد هالاتحادين أن ما لهم حضور فعال وما عندهم أي عذر، لأن يعني وجودهم يكون دافع شوية حتى الذوبان الشرخ اللي صاير في المجتمع. بس مع الأسف يعني الاتحادين مرتاحين والناس قاعدة تعاني من الطائفتين، والجمعيات يعني قد ما تقدر قاعدة تحاول يعني تطرح مواضيع وطنية، بس مع الأسف يعني نفس ما تفضلت إذا ما في قاعدة عمالية النخبة الوطنية قد ما تتكلم قد ما تطرح ما بيتحرك، يعني ما تقدر تطرح حلول أو تقدر تسوي شيء، لأن القاعدة العمالية مو موجودة، حتى ممثلينها مو موجودين مع الأسف. شكرا. شكرا. يعني لست هنا لأجيب لأن كلكم على إلمام بتاريخ نضال شعب البحرين في انتفاضة مارس 65 أكثر مني، وقلت لكم أن التفاصيل موجودة عندكم، فما ذكره مثلا الأستاذ فاضل من يعني معلومات، والأستاذ جليل وكذلك الأستاذ جعفر كلها معلومات عن تفاصيل في مناطقهم وعن حراك في مناطقهم. بس بالنسبة للأستاذ جليل أنه في بعض المناطق كان بعث وقوميين أو بعث وتحرير، يعني هم اللي حركون مثلاً هالمنطقة، بس لابد أن إحنا يعني نعترف بأن حركة القوميين العرب تسيدت الحراك في غالب المناطق وبالأخص منطقة المحرك، طبعاً كان لهم تواجد في حتى في الرفاع، البعثيين بعد كان لهم تواجد في الرفاع، ف يعني من هالناحية. تعقيبي على كلام الأستاذ عبد علي، يعني أنت ربطت الوحدة الوطنية بالوحدة العمالية، لا هناك أطراف وقوى في المجتمع، يعني إذا تحققت الوحدة العمالية زينها كيف في انتفاضة مارس
تحققت وحدة عمالية عفوية. كانوا العمال من كافة المناطق أولاً يعني تعاطفوا ويا عمال بابكو، ثم دخلوا في الإضرابات والمسيرات وإلى آخره، ولكن لم تتحقق وحدة وطنية. يعني القوة السياسية الموجودة في المجتمع هي اللي يعني اللي يلقى على كاهلها بالدرجة الأولى موضوع. وطبعا أفضل وأفضل لو كانت القوة السياسية الأكبر متمثلة في السلطة، يعني تذهب مع بقية القوى في توافق على سكة واحدة. أما أن يعني نرهن الوحدة الوطنية بوحدة العمال، أنا أتروى يبقى في الأمر قصور معين، لأن القوى السياسية، القوى المجتمعية، منظمات المجتمع المدني، هذه كلها يكون لها دور في وحدة وطنية يتمناها الواحد تأخذ بالمجتمع نحو المستقبل، نحو حتى الاستقرار والمستقبل. في أحد يريد يتكلم؟ تفضل. طبعا أولا مشكورة أختي فوزية على كل هذا، وكان فعلا يعني كان ثري. بس نقطة واحدة دائما احنا يعني تروالي لها كان تأثير. اولا كانت الشعوب او كان الشعب عفوا في ذاك الوقت سواء في الخمسينات او ما قبلها الثلاثينات او عقب، كان التحرر الشعب التحرر الديني او من النوع التسلط الديني ما كان موجود، وكان الدين مو يعني رايح يعني مؤثر ذاك التأثير، أو نشاط الدين بمعنى في السياسة ما كان فيه. بمعنى آخر أن الدين لم يكن مسيس لدرجة يعني حضرنا مثلا الحين. أعتقد هذه كان له تأثير، يعني حتى وجود الإسلاميين شتى أطرافهم كانوا وجودهم وجود أو حس وطني لم يكن يعني من أصل الدين نفسه. أعتقد هذه النقطة بعد أرى أن يجب الوقوف عندها ونبين أن فعلا يعني ترى هذه أثر علينا كثيرا، وهذه ربما من بوادر الشرخ الطائفي. الكل يعني يبي يروح صوب قرصة مثل ما نقول، والوعي تدنى، ويعني أعتقد هذه بس النقطة اللي بغيت أقولها، أن تأثير وجود الدين وتحرر الشعوب من يعني الدين، تأسيس الدين، هذا كان له بعد تأثير في الوحدة الوطنية آنذاك، وكان الهم هو العمل والمطالب والحقوق، والدين كان شوي مبتعد. وشكرا. شكرا. بخصوص يعني حقيقة ما أثار الرفيق عبد علي الأستاذة فوزية، أنا أعتقد أن الموضوع مقلوب. يعني ما حدث للحركة العمالية بالذات في ما بعد 2011، وأن هناك ظرف سياسي وانقسام طائفي في البلد أدى إلى انقسام الحركة العمالية وليس العكس. يعني وجود تعددية في العمل النقابي هذا ليس غريبا وليس جديدا، وإن كان إحنا هنا في البحرين ما نحبه إلا أنه موجود في العديد من الدول، وبالذات الدول الغربية. هناك أكثر من اتحاد، في بعض الدول تصل الاتحادات إلى 3، 4، أو 5 اتحادات، ولا نرى هناك انقسام في المجتمع، انقسام أهلي كما حدث. يعني ما بمعنى اللي بغيت أأكد عليه أن الانقسام السياسي هو أن هناك في قوى سياسية عملت على هذا الانقسام الطائفي أن تنقل في داخل الحركة العمالية. من طبعا هناك عدة أطراف تستفيد منه، هذا شيء موجود، هذا شيء انتدب ليس بعد مع 2011، حتى قبل 2011 هناك كثير من القوى حاولت أن تتسيد أو أن تسيطر في الحركة العمالية وتسحبها جانبها، إلا هذه الحقيقة. يعني ما بمعنى أعيد أكد أن الانقسام في الحركة العمالية هو جاء نتيجة لظرف سياسي وليس العكس.
شكرا عبد علي، بس باختصار باختصار. يعني ما ادري انا اللي فهمته من الاخت فوزية انه كأن مثلا يعني انا اقول اذا في حقوق وحده وطنيه في وحده وطنيه، هاي قناعه راسخه يعني. يعني انا اتكلم من منطلق طبقي زين، تريد تقولي ان مثلا في قوى لها مصلحه في الوحده الوطنيه مثلا غير العمال السلطه مثلا، ما في سلطه في العالم يعني تتمنى وحده مثلا وطنيه ما وطنيه، مستحيل، لان هاي يهددها في كل من امريكا لبنغلاديش، مستحيل، هاي صراع طبقي، صراع مصالح لا اكثر ولا اقل. النقطه الثانيه يعني انا ما اعتقد يعني ان يعني سنه الطابعه على قولتنا عندنا هي 2011، انه والله لان 2011 صار القسام طائفي العمال صاروا يعني قسمين على قولتنا. لا يا اخي، من تاسيس الاتحاد نفسه كان يعني صبغه معينه، ليش احنا نلف وندور؟ وكان في يعني تعيينات حزب طائفي يعني جمعيه طائفيه مسيطره بعز قوتها، كان توزع المناصب على الاعضاء، انتوا يا المنبر هلقد وانتوا يا وعد هلقد كذي كذي زين. فهنا اخذنا من 2011، احنا اخذنا من التاسيس نفسه يعني. يعني خلينا يعني نقولها بألم ان الوحده يعني العماليه مي صحيحه، الاتحاد العام ما كان صحيح، والاخس بعد الاتحاد الثاني عفس السالفه بعد. في خطا عشان كذي ما قاعده تصير وحده وطنيه اللي يجمع المذاهب والطوائف، ها المصلح وليس المسجد. وصلت الفكره، وصلت الفكره، شكرا. بس تعليق على اللي قال الأستاذ أحمد، هو طبعا جزء من المداخلات طرح في العموم يعني بعيدا عن الانتفاضة، بس يعني من التجليات الملفتة الجميلة في الانتفاضة انه شيوخ الدين العبودور في الدفع بالمشاركة اكبر قطاع من الناس، كانت الخطب الدينية تدعو الناس للانخراط في الحراك والاحتجاج والمطالبات. يعني اذا ربطنا النقطة اللي قلتها بانتفاضة مارس، شكرا على الإضافة اللي قدمها كل من الأستاذ فلاح وأستاذ عبد علي. أحيانا ترى السلطة في أي مكان إن هي يعني وصلت إلى حد معين أن لابد أن تجلس ويا قوى المجتمع، يعني ما تحقق وياه وحدة وطنية، وإنما تجلس معهم، ترى نفسها مضطرة للجلوس والمناقشة ووضع كل الملفات على الطاولة والوصول لتوافقات. هذه اللي أنا يعني كنت أقصده. شكرا. بس فقط إضافة أو تعليق على الأستاذ محمد عبد الملك، يعني أحمد سوري، ممكن يكون النقطة اللي أثرتها اللي تتعلق بالأحزاب الدينية، تسييس الدين، يعني هذا ما كان موجود في تلك الفترة. طبعا الآن مثل ما هم المتسيدين الساحة، فهذا أيضا أتصور جزء مهم يعني في تلك الفترة، أن ما كانت الأحزاب دينية متسيدة أو هي المسيطرة أو لها دور سياسي إلى آخره. في الختام نشكر رفيقة فوزية مطر على هذه الإطلالة الرائعة في ندوة اليوم، ونتمنى أن نلقاكم في ندوات أخرى، وشكرا لحضوركم.